من 12 بلدا من دول الانتشار قدموا إلى لبنان. هم 48 طالبا وطالبة من الأكاديمية المارونية، تم اختيارهم من بين 360 شاركوا في مسابقة عن لبنان وتاريخه. الأكاديمية المارونية كتير منيح، تعا للبنان بتشوف كل لبنان، كل الكولتور، كل الريليجن. أنا أحب لبنان، أحب لبنان هون بقلبي، وإن شاء الله أنا بكون يعني لولادي من بالمستقبل يعني they come here. أسبوعان سيمضيهما الطلاب في ربوع لبنان بدعم من المؤسسة المارونية للانتشار، يتابعون خلالها دورات تثقيفية في جامعة الكاستيك ويجولون على المعالم الدينية والسياحية اللبنانية. كان في كرات على خليل جبران، على كل السان تبع المارونية. The country is really beautiful. The foods are delicious. Everything is beautiful here. حبيت بيبلوس مرشار بالشف عم شفناها مشينا وصلينا بس رحنا وكل شيء كل شيء حبيته. فخورون بجذورهم وأغلبهم يزور لبنان لأول مرة. لديهم شغف وحنين لوطن سمعوا عنه وحلموا بزيارته. It was a dream of my mom. He transmit the dream for me, and it's I feel blessed for being here. هوية لبنان، تاريخه، تراثه وأعلامه الوطنية والأدبية محور المحاضرات التي يتلقونها. عم بقدر أعطيهم من معلومات يلي بعرفها عن تاريخ لبنان، عن تاريخ الكنيسة المارونية، وبالأخص عن الهوية المارونية يلي بعدها موجودة بلبنان، وكمان عم نكتشف أكثر وأكثر إنه موجودة عند الطلاب. هي الدورة السادسة للأكاديمية المارونية التي تسعى لتطوير عملها عاما بعد عام. الأكاديمية رح تتطور وتصير انستيتيو، مش بس أكاديمية لثلاث شهور، يصير في برنامج خاص عن الحضارة المارونية. البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي بارك الطلاب في الديمان، آملا أن يكونوا سفراء حقيقيين للبنان في بلادهم، وأن ينقلوا مشاهداتهم لأقاربهم، وأن لا ينسوا زيارة لبنان مرة أخرى.